قبل أن نبدأ إخواني الكرام، أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وأن تضعوا لايك للفيديو لتتوصلوا بالجديد إن شاء الله. شنت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية وزان اليوم الاثنين 8 غشت الجاري حملة تمشيطية واسعة من إيقاف شخص يشتبه في إطلاق النار من بندقية صيد على شاحنة. وحسب المعطيات المتوفرة فإن هذه الحملة انتهت بتوقيف المشتبه فيه، وذلك على إثر إطلاق النار من بندقية صيد على شاحنة كانت مركونة بمنطقة عين دريج بضاحية مدينة وزان. وقد تم إيقاف المعني بالأمر على إثر كمين محكم تم نصبه بالقرب من منزل أسرته الكائن بدوار ولاد علي التابع لجماعة ونانا بإقليم وزان. هذا وقد تم خلال هذه العملية حجز 3 سيارات وبندقية الصيد استعملها المشتبه فيه خلال هذا الحادث الذي تسبب في حالة من الذعر والخوف لدى المواطنين، خاصة عمال شركة خاصة ببناء القناطر والطرق بشمال المملكة.